وشله في العرب وفي المدات. مداتها طويله. مداتها طويله يعني عطنا بيت بيت من هذه ومن هذه. الشله الشله مثل شلتها قبل شوي. حلو. هذه تعتبر شله. المنكوس اللي يقول نبيها بلحنة. ايها بذكر منها ابيات اللي القى عليها ابيات اللي يقول هذا انا على ركبان غمارة وانا بغيفة ابي ما اقدم صندوق ولا على هذا هو المنكوس. يا سلام. متعب ولا احد يجيده. يعني مو بقضيه تحيز لكن ما يجدون الا اهل المناطق الجبليه هل الجنوب والنفس ويعني اللي متعودين على الغنى هو اصلا هو تراثهم يعني من زمان يغنونه. صحيح. في المنكوس المسحوب الشله الزامل الوان واجد تلقاها في مثل ما تلقى الهجيني في نجد وما يلي نجد تلقى الشلات اللي في الشمال السامري وما غيره على البحور السامريه يعني تختلف من مدينه الى مدينه ومن منطقه الى منطقه غالبا يدخلون المجسات الحجاز. الله الله بندرعان ما شاء الله تبارك الله لا يضرك. قول امين. ما شاء الله تبارك الله. سمعنا مجاسيس فقرت نادوني اقسم بالله تقول بندرعان اقسم بالله والله قبل شوي التفت فيك ساعه تقول بندرعان اقسم بالله مطول هنا ارجع الله يطول والله اي ما ما تتغمر لا بندر بندر وبندرعاء لا بس عندك عندك اذنك شمع واجد ابشر بس سعد ابشر بس سعد والله انا مرتبط واعلم والله انا مرتبط انت الحين تخبص الملا انا ما عندي مشكله انا قاعد افكر بس نجي نجرب السالفه انا ضارب في الريل سمعنا محبوس لا تجار سحب ريموت لا مو محبوس ما حد حبس الثاني هذا منكوس منكوس سمعناه محبوس والشيلات سمعناها باقي المطروق لا ما في مطروق اللي قلناه في البدايه هذا يبغى يشبه الشباب الديره هذا يبغى اللي قلناه في البدايه الطاروق الطاروق هو الطاروق بشتى انواعه بس ما سمعنا طرق الطرق طرق الطرق الطرق اي صوت عادي طرق اي بس ما سمعنا الحين يا جماعه يعني الطريقه انا بفصل الطريقه بفصلها لك الاداء لا انت الحين عند الحداد يقول يطرق الحديد عشان ياخذ شكل حلو جمالي حنا نطرق الشعر باللحن عرفت كيف؟ سمعني اياه هو اي لحن يركب صل على النبي كل اللي قالها مثلا ابيات مثلا احسنت ابيات مثلا الشعر مثلا علي بن الحمري جاء واحد من الجنوب اعطاها طرق معين طرق الجنوب يعني طريقتها الجنوب جاء واحد من الشمال اعطاها طريقة هذا هو الطرق واضح؟ يعني نفس الابيات لكن تختلف طرقا يطرق طرقا طرقا اعرب بنت طارق هني هذه مختلفه اسمع 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 مرزيقة يعطينا طرق حساوي انا والله مجيد والله الهجيني جدا لكن انا من محبين الهجيني مثل يقول في العرضه السعوديه العرضه هذه من الحال هالنجد اللي يقول فيها نجد شامت لابو تركي وخلاص شيخنا يلا انت صالح والشباب يلا جميل يقول مني عليكم يا هلا العجا سلام مني عليكم يا هلا العجا سلام مني عليكم يا هلا العجا سلام واختص ابو تركي عماعنا الحريب 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 مني عليكم يا هلا العجا سلام اي والله وجيه هذه من الالوان اللي فينا قبل ما تلفوا سلام
يعني خلنا نفر على سعودية كلها جن. لا احنا يبغانا كداد كذا وانا كداد يا اخي انبسطنا الله يطول. دام يعني الشخص اللي له في الشلات وله في الطواريق وله